بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى في هذا اليوم المبارك أن يقوي عزيمتنا وأن يشحذ همتنا وأن يجمع كلمتنا وأن يرد البغي والاحتلال عنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. هذا اليوم هو 30 من شهر آذار من كل عام. هذا يوم فريد في الذاكرة الفلسطينية والعربية. في عام 1948 أعلن الاحتلال الصهيوني قيام دولته على أرض فلسطين المحتلة المباركة. وفي عام 1950 أصدر الاحتلال قانونا ظالما، كل من لم يفلح أرضه لمدة عام تعد هذه الأرض من أملاك الغائب وتتم مصادرتها لصالح هذه الدولة الإسرائيلية الظالمة، ومنع الناس من الذهاب إلى أراضيهم بقوة الحديد والنار وبالحبس وبالاعتقال وبالمطاردة. لماذا؟ لأنها أرض بور يحرمهم منها مدة عام ثم يصادرها بناء على هذا القرار الجائر. واستمر هذا الظلم حتى جاء عام 78، وقام الاحتلال في هذا العام بمصادرة أراضي كثيرة من الأراضي المشاع أو التي يملكها الناس ولم يفلحوها مدة عام أو يزيد، فضموها إلى أراضي دولتهم هذه، وثارت ثائرة الشعب الفلسطيني وقام بانتفاضة وثورة عظيمة سقط فيها الشهداء والجرحى والمعتقلين. فسمي هذا اليوم بيوم الأرض تخليداً لتمسكنا بأرضنا وحرصنا عليها وعودتنا إلى كل شبر فيها من النهر إلى البحر بإذن الله سبحانه وتعالى. نوجه كلمتنا لأصحاب الأراضي السواعد الأبية المناضلة التي تبني بالزراعة وبالحماية وبالعمارة وبشق الصفوف وبشق الطرق وبتسوير هذه الأراضي، نشد على أيديهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالهم وأن يحيي في قلوب أمتنا وشعبنا جذوة الحمية على ديننا وعلى أرضنا حتى نسترد كل حقنا المسلوب. في هذا اليوم المبارك وفلسطين والعالم يئن من هذا الوباء الذي انتشر، نسأل الله تعالى أن يكون أقوى وأن نكون أحسن وأن نكون أجمع للكلمة إن شاء الله تعالى. في يوم الأرض يؤكد فيها أهلنا ثباتهم وصمودهم وتمسكهم بأرضهم إيمانا بالله سبحانه وتعالى وحرصا على هذا الإرث العظيم الذي ورثه لنا الآباء والأجداد على مر التاريخ الإسلامي. هذه الأرض هي ليست للبيع، ليست للمقامرة، ليست للمساومة، إنما هي لعباد الله المؤمنين لينشروا فيها العدل والإيمان والسلام والإسلام وليخلصوها من براثن كل ظلم وكل جبروت وكل طغيان إن شاء الله تعالى. أرضنا الفلسطينية المباركة أرض بين كل قارات العالم، تقع في منتصف العالم، أرض ليست سماؤها كأي سماء وليست تربتها كأي تراب، رويت تربتها بدماء الشهداء وأعلي في سماها كلمة لا إله إلا الله وحكمت بالعدل والرحمة والإحسان، ويشهد لنا القاصي والداني المسيحي واليهودي يشهد لنا قبل المسلم والصديق والجار. كيف كانت هذه الأرض موئلا للأنبياء، إما سكنوا فيها، إما بعثوا فيها، إما دفنوا فيها، إما مروا فيها وارتاحوا فيها. هذه الأرض التي كسرت شوكة الغزاة وشوكة العتاة والظالمين من التتار والرومان والفرس والصليبيين، وسوف تكسر كل احتلال غاشم امتدت يده إليها إن شاء الله تعالى. في هذه الأرض نجدد عهدنا مع الله ومع شعبنا ومع أمتنا ومع أنفسنا أن نتمسك فيها وأن نحييها وأن نورثها صافية نقية من كل ظلم ومن كل احتلال للجيل القادم. حق علينا وعلى الأجيال القادمة أن نحرس هذه الأرض وأن نبنيها بسواعدنا بأفكارنا بمحبتنا بأخوتنا بمجموعنا بكل من يقف معنا في سبيل تحرير أرضنا وبنائها. بناء أوطاننا يكون بصلاحنا أولا، بقربنا من الله تاليا، بمحبتنا لبعضنا، بنبذ كل فكرة سفيهة وإعلاء كل علم وفكرة راقية تعمر بها البلاد ويفتح بها وييسر بها على العباد. أرضنا الفلسطينية المباركة أرض
إسلامية عربية على مر التاريخ، والله لا نمل ولا نكل ولا نستقيل ولا نقيل في سبيل الدفاع عنها وعن حياضها وعن حدودها وعن أقصاها وعن قدسها. دام شعبنا الأبي الكريم ودامت أرضنا الكريمة المباركة، وفك اللهم أسرى إخواننا في المعتقلات وردهم إلينا منتصرين، ونسألك اللهم خلاصا لسائر ترابنا وأقصانا وقدسنا يا أرضنا المباركة، عهدا منا على الوفاء، عهدا منا على الوفاء، عهدا منا على الوفاء، إلى موعد قريب تصدح فيه كلمة لا إله إلا الله على كل الربوع والتلال وعلى المآذن والأسوار وفي كل بيت. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.